تزايدت التكهنات حول احتمال قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وهو تهديد طالما لوحت به تل أبيب على مدى سنوات، لكنه يبدو مستحيلا بحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز. فالرفض الأمريكي القاطع بعدم المشاركة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية يصعب مهمة إسرائيل وقد يجعلها مستحيلة. ويشكل تدمير المنشأتين النوويتين الرئيسيتين في إيران التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل، حيث تقع منشأة تخصيب اليورانيوم الأساسية على عمق كبير تحت الأرض، لدرجة أن بعض القنابل الخارقة للتحصينات الأكثر تطوراً في العالم قد تكافح من أجل الوصول إليها، في حين أن ثاني أكبر مصنع في فوردو محفور في جبل، وسوف يتطلب تدمير هاتين المنشأتين أسلحة قادرة على اختراق عشرات الأمتار من الصخور والخرسانة المسلحة قبل أن تنفجر. وبحسب الفاينانشال تايمز، فإن حجم القوة المطلوبة لإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت الرئيسية في إيران سيتطلب دعماً أمريكياً واسع النطاق إن لم يكن المشاركة المباشرة، وبدون ذلك فإن الضربة الجوية الإسرائيلية المنفردة على المنشآت النووية الإيرانية ستكون محفوفة بالمخاطر، وفي أفضل الأحوال لن تؤدي إلا إلى تأخير برنامجها بدلاً من تدميره.